اختار بالعتق مدير مهرجان دبي الدولي في دورته 44، دورة استثنائية، دورة يعني ركزنا فيها على الجانب البروتوكول الصحي، لأنه جائحة الكوفيد كما نعرف الناس كلها كانت هي عائق أمام العديد من المهرجانات اللي تم إلغاء دقة لشادة صحيح باش تصير الدورة هذه وتصير بنجاح. العدد الجمهور مش يكون ماهوش كما العادة، يعني مخول لنا 1200 يعني نوبة نتاع الجمهور اللي مش يواكب العروض، يعني في كل عرض يعني عندنا الحق في 1200 شخص ينجم يدخل. ان شاء الله دورة استثنائية كما قلنا، فيها يعني مختلف العروض كما 24 بارفان، محمد علي كمون، فما روضة بن عبد الله، فما اركز هيب هوب، فما جولترا ساوند، فما نضال السعدي، فما الفا برمضان والهادي دنيا، فما لطفي العبدلي في الاختتام. يعني نطلب من الجمهور انه يجي ويواكب العروض هذه، موفرين البروتوكول الصحي ان شاء الله، يعني مش تكون دخول الجمهور في ظروف حسنه، يمشي يصير يعني التعقيم الاماكن كلها اللي يمشي يواكب فيها، مش تصير هكا ديستانسياسيون دي جون، يعني دي سبيكتاتور يعني في المسرح، يعني الدخول ان شاء الله يكون مضمون والخروج يكون هكاك، وان شاء الله تكون دوره كامله ناجحه وفي ظروف صحيه جيده. في المستقبل فما خدمه كبيره برشا اللي هي مش تنطلق مع نهايه الدوره هذه، كما كان يحكي سي محمد بن سعيد، فما بروجي كبير برشا قاعدين نحضروا فيه الدقه، ان شاء الله نحبوا نوفروا يعني دعم يعني دي سيبونسيون اترافير لي سيبونسيون هذوما، مش تكون فما الدوره التكوينيه للبرسونيل اللي قاعد يخدم في المهرجان. نحبوا نعملوا يعني طاقم اداري يكون فيكس الغديك، يعني يخدم على كامل السنه، يعني تولي اداره مهرجان دوقا الدولي اداره قيمه الذات، مش تصير يعني كما قلت لك دوره تكوينيه، مسير ديكولوك، يعني مهرجان دوقا ما عادش مهرجان وكهو، يعني فما ديكولوك كما قلت لك، فما على يعني على مدار سنه كالعادة يعني ديما وين فما ديزون احنا كي فما كولوك راه مش يتم استدعاء الناس من الجهات الاخرى، يعني هذا يساهم في السياحه الداخليه، وراي اثار دقه من اهم واجمل لي سيت يعني اركيولوجيك اللي موجودين في العالم كله، وان شاء الله يكون مهرجان دقه هو بوابه باش يخرج الصوره لبرا ويعرف بمهرجان دقه ويعرف بقيمه البلايص هذه اللي موجوده في تونس، ويكون هو يعني احد سفراء الجانب السياحي في تونس. احنا كشركه ازيا برودكسيون بديت تخمم على البرنامج مع مهرجان دقه باللي من البيريود نتاع الكونفينمون، قلنا معناتها كيفاش نجموا نخدموا مع مهرجان دقه، وخرجنا بحاجه اللي هي انه المهرجان هذايا معناتها بتاريخ اللي تعدى بيه احنا 44 سيسيون اديزيون، المهرجان نعرفوه بدا من عام 1925، دونك بيانتو باش يكون من اقدم المهرجانات، معناتها اقدم حتى من مهرجان كارتاج. دونك فما خدمه كبيره تنجم تخدم مع المهرجان هذايا كسوسوا او نيفو دو لا بروغراماسيون ولا حتى في la structuration et la professionnalisation dans le marajan. Donc, je t'ai dit un programme de formation, l'officier à l'AM, à partir de septembre. Et la formation, je suis en train de faire un programme de 5 postes clés. Les postes clés, c'est ce que nous avons fait pour nous faire un marajan. Production, administration, technique, communication et développement stratégique dans le festival. هذوما الناس اللي باش يعملوا لي فورماسيون باش ننتدبوهم من معناتها من تورسق ومن مدينه دكا، اللي هما نهار اخر هما يلزمهم يخدموا المهرجان نتاعهم، معناتها ما نوليوش نعيطوا لي كومبيتونس حتى لي فيستيفال اللي يصيروا خارج الكابيتال، ما عادش نعيطوا لي كومبيتونس من الكابيتال تجي تخدم مهرجان شهرين ولا شهر من زمان ويمشيوا يروحوا، لا نحبوا تكون فما ايكيب قاره تاع مهرجان وتكون من الولايه هذيك ولا من المدينه هذيك، ويكونوا الناس تخلص في شهرهم، معناتها ماهمش عندهم خدمه بوندون لاني، ويجيك الشهرين تاع الفيستيفال يتبدل يولي يخدم في البرودكسيون ولا في التكنيك، نو نحبوا
نحبوا الناس هذوما تولي خدمتهم يخدموا في مهرجان دقة كمدير فني وإلا كمدير تقني وإلا، وبشوية بشوية يبداو فما يتكونوا ناس مثلا في الديفلوبمون استراتيجيك اللي هما يوليو يلموا يعملوا لي ليفي دو فون قبل بعام حتى قبل بعامين من الفيستيفال نتاعهم، وهكاك نقصوا شوية الثقل على وزارة الثقافة مثلا اللي هي قاعدة تمول الفيستيفال اوتور دو 80% معناتها. كنا احنا نحبوا نفلتوا عامين ثلاثة التالي نبداو نطيحوا فيه كالبورسنتاج 70% 60% حتى كشي نخلطوا الان تيرم المهرجان ياخذ من عند الوزاره 25% من ميزانيته، مش معناتها الوزاره باش تعطيها اقل ولا مو تنجم تعطيها اقل، ما هو يولي يجيب دي فون اخرين من بلايص اخرين ويولي يساهم زاده في التنميه نتاع الجهه نتاعو، خاطر باش يولي فما كان عام جاي يشغل خمسه العام اللي بعده نجم يشغل 10 من الناس، والمهرجانات الكبار توصل معناتها تشتغل فيها حتى بيبداو بال 150 عبد، هذوما ابار لي معناتها لي ميتي انديريكت كريي معناتها ريستوراسيون اوتيلغي، بشويه بشويه يبداو الناس انتريسي بهالمهرجان اللي باش يصير والايكونومي تولي تدور في ان توكا دو موا في الجهه تدور في المده نتاع المهرجان وقبلها بشهر وبعدها بشهر. دونك البروغرام دو ستركتوراسيون باش نبداو احنا فيه من توا، خاطر فما المهرجان باش يصير توا، فما ست ايام عندنا ست ايام هكاكا ست ايام هذوما هما اللي باش يخليونا اونتر كيمي باش تعرفوا على بعضنا معناتها كدو ستركتور اسوسياسيون و سوسيتي، وباش نبداو نخدموا معناتها نعملوا دوسينا ونخدموا من لو 1 سبتمبر ان شاء الله نبداو نخدموا على سيسيون تاع 2021 وحتى على 2022، فما حاجات يتخدموا على العام الجاي، احنا نقولوا ان شاء الله نجموا نخرجوا بروجرامنا ما عادش قبل بشهر قبل بجم بون سني اكسبسيونيل قبل باربع ايام معناتها نعمل في كونفيرونس دو بريس، اما ماذا بينا مثلا نعملوا اوبجيكتيف العام الجاي بروجرامنا يخرج قبل شهر مارس، والعام اللي بعده يولي بروجرامنا يخرج حتى قبل ب 10 شهور و 12 شهر من اللي يبدا المهرجان، معناتها قبل بعام تبدا الخدمه الكل مكدوده نتاع المهرجان على خاطر فما اداره قاره نتاع المهرجان.